حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض عبر الهاتف المحلل السياسي أحمد الركبان. مساء الخير سيد أحمد. إذا ما زال التفاعل مستمر مع دعوة الشيخ عبد الله بن علي، بالأمس جاء التجاوب من داخل الأسرة الحاكمة، إلى أين تتجه الأمور في الدوحة وهل من الممكن أن نشهد ارتفاع مزيد من الأصوات الداعمة لهذه المبادرة في القريب العاجل؟ مساء الخير. الحقيقة طبعا لا شك أن أدرك كثير من الساسة القطريين المحسوبون على الحكومة القطرية، أدركوا تماما أن هذه مشكلة أزلية لا يمكن السكوت عنها. ولذلك عندما قام الشيخ عبد الله بن علي بأول تحرك سياسي على مستوى الإمارة في قطر، أدرك أيضا هناك عبد الله بن سحيم وكثير من الأمراء الذين يدركون أن مثل ما تقوم به من تخبطات سياسية الحكومة القطرية الحالية والسابقة، لابد من وقف هذا التجبر وهذا التعنت. ولذلك ندرك تماما ان ما يقوم به الشيخ يعني عبد الله والشيخ طبعا وزملائه، انا اعتقد انه الحكومه القطريه بدات تضيق الفوهة عليهم، وخاصه الشيخ تميم الذي عبث مع 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 وزير خارجيته في السياسه القطريه، مما يعني اعطى وهج كبير ضد الحكم في قطر. ولذلك قطر الان مع الاسف الشديد الحكومه الحاليه والسابقه ترجع الى ايران، وإيران هي المصنفة الأولى على مستوى العالم في الأمم المتحدة بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب على مستوى العالم. فكيف تحتضن قطر إيران وإيران تحتضن قطر؟ إذن هذا مؤشر خطير على أنه يكون هناك يعني مسائل إرهابية توصف بها الشعب القطري. ولذلك حذر الشيخ أبو سحيم أن من الممكن أن يعني يوصف الشعب القطري مستقبلا بعملية الإرهاب كما حصل في القاعدة في بعض دول منطقة الخليج. فأنا أعتقد أن هذا التحرك وهذا البيان أعطى يعني فرصة كبيرة من العقلاء الذين سيتحدثون، أنا أتوقع خلال أيام قادمة سينطق كثير منهم. ولذلك نسمع الآن بين فينة أخرى أن بعض السفراء المحسوبون على قطر بدأوا ينسحبون من سفارات المحسوبة على قطر، ولذلك يعني أعلنوا انشقاقهم. وأتوقع خلال الأيام القادمة مزيدا من 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 الاثاره الحقيقه ضد قطر. نعم. وخاصه ضد الحكومه القطريه الحاليه. نعم سيد احمد، هذه الشخصيات القطريه التي برزت مؤخرا شخصيات لها وزنها في الدوحه، الى اي حد من الممكن ان يؤثر ذلك على استجابه افراد الاسره الحاكمه والاعيان والوجهاء في قطر لهذه الدعوه؟ بالمناسبه يعني كل حكومه قطر بما فيهم عائله تميم يحترمون الشيخ عبد الله بن علي على اعتبار تاريخ والده وجده السابق في تاسيس قطر. نعم. هذا رقم واحد. اما بالنسبه للشيخ سلطان بن سحيم وغيرهم، كلهم هذول الحقيقه لهم تاثير ولهم يعني صداقه وثقه متبادله بينهم وبين البيت الاميري في قطر. فاعتقد ان تحرك هذين العنصرين تحديدا بالذات، انا اعتقد انه سيجر خلفهم كثير من 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 الحكام في قطر للاجتماع قريبا، سواء سيكون في لندن او ربما يكون في فرنسا او ربما يكون في دوله عربيه. نعم. ولذلك لابد أن يجتمع أبناء الحكومة القطرية المتعقلة لعزل تميم وعزل الشيخ حمد وحمد بن جاسم. نعم. عن دفة الحكم. سيد أحمد، الدعوة التي وجهها الشيخ سلطان بالعودة إليها احتوت على الكثير من المضامين التي حاكت الحكمة والعقل، ولكنها لم تخلو أيضا من لغة عاطفية تحمل مشاعر صادقة ومحبة لمصلحة قطر ورغبة حقيقية لتصويب الأمور. برأيكم كيف من الممكن أن تشكل هذه الرسالة التي وجهها إلى الداخل القطري في تشكيل رأي عام يدعم هذه الدعوة؟ صحيح. اولا لابد ان ندرك ان الشيخ سلطان هو قريب في السن للشيخ تميم، ولذلك يدرك تماما حاجه الشعب القطري وشباب قطر وشابات قطر الى الامن والسلام مع منطقه الخليج. شيء ثاني، دعا ايضا في خطابه المتعقل دعا الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الى 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 يعني اتخاذ الاجراءات المناسبه والوقوف مع شعب قطر. يعني لابد ان ندرك تماما ان الشيخ سلطان يدرك تماما حاجه الشعب القطري الى الامن والامان. نعم. اليوم الشعب القطري اصبح منبوذ في بعض الدول الاوروبيه وبعض الدول الاسيويه، الريال القطري اصبح لا ينظر اليه في خاصه في اسيا بشكل عام. كل هذه الحقيقه ادت الى التعنت القطري الذي تتخذه الحكومه الحاليه والسابقه. نعم. انا اعتقد انه الملك حمد ملك البحرين وملك والخادم الحرمين الشريفين وابناء زايد بالاضافه الى الرئيس المصري، رغم الحقيقه الضغوط الشعبيه عليهم من اجل مزيدا من الضغط على القطر، الا انهم يتخذون الحكمه والهدوء والرؤيه، لعل وعسى ان يكون يعني الحضن الخليجي هو المرفا الاخير للتنين الذي مع الاسف يتباكى هو وزير خارجيته في اكثر من دوله ولم يجد اذنا صاغيه لهما. نعم، المحلل السياسي احمد الركبان كنت معنا من الرياض وشكرا جزيلا لك.